as Israeli army forces announced the end of military operations in Hamad town in the southern Gaza Strip's Khan Yunis city. Dozens of Gazans returned with a faint hope of ending their displaced life, but failed. وجينا قلنا بدنا ناخذ نسكن تاني نرجع شققنا لقيناها نازله الشقه انا واطفالي نايمين في الشارع الحين انا واطفالي سبعه انفار معي انا وياهم نايمين في الشارع البلد هذه ما فيها قوه فيش فيها استقرار فيش فيها استقرار زي ما انتم شايفين الدمار الواسع اللي صار في المدينه انا اخويا فقدته اول ايام الحرب فقد الثاني تحت الانقاض مش معروف وين هو يعني تقريبا 70% من الابراج راحت والابراج اللي مش رايحه هم متعمدين انهم يكسروا فيها يعني امر البرج هذا ولا البرج اللي جنبيه كله تكسير بشكل مش طبيعي زي ما انت شايف هذا كان منتزع مش منصات صواريخ هذا مكان منتزع هذا ابراج كل برج 22 عيله و24 عيله ابراج 22 وابراج 24 بنسكن فيها هذا منتزع وهذا الابراج كلهم ارهابيين كلهم بتاعون صواريخ المدينه حزينه ايش بدك تشوف مدينه ما لهاش ملامح فيش ملامح لها كانت من اجمل الاماكن في خان يونس في الجنوب من اجمل الاماكن في الجنوب قطاع غزه